كانت الثورة الفلسطينية في أوجها، وكانت عمليات حركة فتح النوعية تصل إلى 60 عملية في اليوم الواحد في كثير من الأحيان. من أبرز العمليات لأمير الشهداء عملية نسف خزان زوهر عام 1955، عملية نسف خط أنابيب المياه نفق عيلبون عام 1965، عملية فندق سافوي في تل أبيب وقتل 10 إسرائيليين عام 1975، عملية دلال المغرب التي قتل فيها أكثر من 37 إسرائيليا عام 1978، عملية قصف ميناء إيلات عام 1979، عملية مفاعل ديمونة عام 1988 والتي كانت السبب الرئيسي لاغتياله في 16 من نيسان لعام 1988.